عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدي الدرس العاشر من الوحدة الثالثة. Exercise B. Find the word or phrases in the text of the page 33 of the student book. That mean. هنا أنا هذا التمرين متعلق بالقطعة مال interpreter اللي هو المترجم مال سمير المحمود. ناخذ التمرين هذا نحله وبعدين ناخذ اسئله على القطعه. نمبر 1 yearly معناه سنوي annual. 2 things you put over your ear فتشي انت تخليه فوق اذنك to listen حتى تسمع. زين هنا ايش عندنا؟ شنو نخليه فوق اذاننا حتى نسمع؟ headphone. the books like room where interpreter work the box like room صندوق مثل غرفة الانتربرتر يعني المترجم يعمل به اللي هو booth مثل كابينة غرفة صغيرة. in difficult situation مواضيع صعبة أو مواقف صعبة under pressure معناها موقف صعب. give an idea يعطيك فكرة من واحد يوصل لك فكرة معناها شنو؟ convey the sense يوصل لك الفكرة. wanted and needed مطلوب أو مرغوب in demand. unemployed out of job unemployed عاطل عن العمل المرادف مالته out of job معناها غير موظف أو لا يعمل. هاي المرادفات جدا مهمة. هسه ناخذ الأسئلة حول قطعة conference interpreter اللي هي conference interpreter المؤتمر المترجم الفوري. who is سميرة المحمود منو سميرة المحمود؟ she is an a conference interpreter هي مترجمة مؤتمرات. two Where is the conference? حدث المؤتمر. At the Hilton Hotel, Abu Dhabi. فندق Hilton Hotel, منطقة في أبو ظبي. What is the conference about? حول ماذا كان المؤتمر؟ The Annual Arab Oil Industry Conference, مؤتمر سنوي. الدول المنتجة للنفط. موجودة يوم كل سميرة from نانا هذا فراغ فراغين سميرة تترجم من from English to Arabic نحفظ هاي الكلمة ونحفظ هاي الكلمة ويجيني سؤال what سميرة تترجم من يا لغة from which language to language من يا لغة ليا لغة نكتب English and Arabic. What does working freelance mean? عرف لي working freelance العمل بصورة بطريقة حرة الأعمال الحرة. شنية it means you work when you want to معناه أنت تشتغل متى ما رغبت. And the organization هاي الكلمة خدت لك بخط أحمر لأنه أحفظها مهمة منظمة. that you want to work for ومع المنظمة التي ترغب فيها أنت بكيفك الوقت والجهة أنت تحددها. why should interpreters ليش المترجم الفوري لازم يقرأ الجرائد الصحف ليش؟ to have a good knowledge حتى يكون عنده معلومات جيدة معلومات عامة and know what is going on in the world وشوف ايش راح يصير بالعالم شوف ايش يجري بالعالم ماذا يحصل. Mira read about the subject of oil in order to get similar
سمينا قرأت حول الموضوع النفط من أجل تكون عندها معلومات حول هاي المصطلحات اللي يستخدموها بالمجتمع بالمؤتمر. هو هذا هنا أنا أقول لك يعني صح لو خطأ، أكيد صح true. How is نحط T صح. How is two interpreters working together in the same booth؟ شو راح يكون لو اثنين مترجمين يعملوا بنفس الكابينة؟ They can take turns. They can take turns and it's less stressful. ممكن يكون الأدوار يكون إلى أقل للمترجم. واحد ثاني يأخذ دور. The most important qualities of good interpreter are أهم ميزة بالمترجم هو شنو؟ أي think fast. لازم يكون سريع البدء، يفكر بسرعة. Why should an interpreter waste time thinking؟ لماذا الانتربريتر شودين ليش الانتربرتر ما لازم انه يضيع تفكير؟ not miss the rest of the speech حتى ما يفقد باقي الكلام، او بتعبير ثاني حتى يلحق بالمتحدث، لانه اذا يبقى يفكر شنو الكلمه اللي هو ضاعت منه او يترجمها راح المقابل ما يوقف ينتظره شو وقت يخلص تفكير، هو مستمر بالحديث وبالخطاب مالته، فلذلك حتضيع عليه بقية الخطبة. لذلك انه ما نقول احنا ليش ما يجوز او لماذا لا يجوز على المترجم انه يضيع وقته بالتفكير، ضاعت منه كلمة يعوفه يروح يلحق بالباقي. 11 The amount of an interpreter gets depends on المبلغ اللي حصله المترجم يعتمد على شنو؟ Who you مع من تعمل؟ And how many of you are working؟ كم عدد العاملين؟ الجهة بها هي مبلغ الدفع وكذلك عدد العاملين. سميرة سميرة's active language لغة اللغة الأكتيف مال سميرة، اللغة الحية أو اللغة اللي هي الأصل مالتها is شنية عربيك. Of course عربيك لأنه هي بالبيت تتحدث العربية. سميرة المود is طبعا سميرة is سميرة المود هي عندنا اختار a banker هي موظفة بالمصرف لو هي مترجمة an interpreter هي مترجمة. The course in conference interpreting كورسات المترجمين الفوريين was شو تكون هاي الكورسات؟ easy سهل difficult صعب. أنا حتى أكون مترجمة فورية أو مترجمة كاميرات course وهذا course was difficult صعب. هاي الأسئلة الوزاريات اللي عليها مهمة ومكررة بالامتحانات الوزارية، حلينا التمارين على القطعة وحلينا العقود المهمة والمهمة الوزارية.